كتشوفوا الاخوان تحيه نضاليه كما كتشوفوا واحد الحاله عندنا هنا مخلوق ما كيهضرش مصدوم ما كيشوفش يعني من الصباح الحاله ديالو ما مستقراش بغينا نعتقوه وبغينا سميتو ولكن هو مازال كما كتشوف دابا الاخ ما كيبغيش كاع حتى الماء يشربو واللي وحتى الماكله ما كياكلهاش هذا هو المشكل لقينا معاه مشكل ولا قلنا ليه واش غطلع ما تيبغيش قلنا ليه واش غطلع قالك لا قالك هنا غنموت قالك حنا غنموت وكما تشوفوا الاخوان راه حنا ملي كنشوفوا هذه الحاله ديال هذا السيد تنتاثروا بزاف ولاني علاش حنا بقيتش بقيت دار فينا هذا الشيء لا حول ولا قوه الا بالله علاش بقيت دار فينا هذا الشيء هذا هو اللي هذا منكر هذا هو اللي غريب على الامر انت كتشوف 20 سنه الخدمه شحال من حاله دابا عندكم 20 سنه الخدمه هذا السيد هذا اللي كيبقى فينا ملي كنشوفوه خدم 20 سنه وما عنده حتى ترصان ما رسمش هذا هو المشكل حتى كل شيء ما كياخذوش واش غطلع تيهضر حنا دابا فين كنتاثروا حنا كاين حالات بزاف كاين كاين الاخ الاخر مسكين حتى هو عنده خلق حتى هو هذا هو المشكل اللي كنشوف فيه حتى هو كيرد الماء نفس الحاله تقريبا غير الحليب امويه تعريض هاتي غير الحدث هاتي ديال كيش الحاله والحجيم لا سني راه كمان وغوث نسين اوال وغا خسوال لا ثنيا التاليم واللي نعتصم رخ في حق نسم ميدنا ذا ثنين ضيعا تقهر قم شحال الحاج ورستفد ذا نيث غي سوال غاس لي سي غاس فوساسا غي تكري شرا وما ذا غي سيول مغدا ذا كين غي شالي استجواب على حق بنادم يخشم سربعة الحواج تلا ذيك الصدمة الحواج ولي استفد تكري كونشي الناس ولي استفد تكري مطالب الناس ولي استفد تكري ايديش الحاج لا اله الا الله لا يخدم 15 سكواس لا اله الا الله 15 عام كيخدم لا اله الا الله عاش الملك عاش الملك عاش الملك الله تعرف داك الحياه عاش الملك والله ما نكرهوش من هنا عاش الملك سوا اذا كان الموت اذا كان الموت دينا اذا كان الحق طالعين ما كانش الحق هنا غنموتوا وبغينا السلام عليكم السادس يشوفنا في هذه الحاله نكري عاش الملك غيعدو ايد محمد السادس نكري المغاربه اين جا لا نطرب سلاح حقنا لا دا غيعلو ايد محمد السادس الله ينصرو لا دا غيعلو كالحالة هذا ثنين قمين تتر حقوقنا الحقوقنا غنتقاهر ديك سن وقت موشان انتو حرمت قم شحال الحوايج نكري لا تعيش قيش الحالة لا تسمى الحالة الانتحار نكري لا تنتدو لا تنتحر خفر رزقنا انصور طرف وغروض يفراخنا انا انتو حرام الكلمة استف كاع كيش الحاج عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك بسم الله الرحمن الرحيم الاخوان السلام عليكم اول عاش الملك عاش كنقدم التحية لاخواننا المغاربة اللي في جميع انحاء المملكة هاد الشيء هذا كيشوفوا باش بغينا نشوفوا هاد الشيء هذا لأن حنا مضرورين حنا خدامين بواحد الثمن اللي هو لا يساوي شيء ب 40000 ريال 50000 ريال وحنا اصلا ما عندناش حتى ترصيب حتى شي حاجه ما منفرين حتى شي حاجه هاد حنا خدامين في المنجل كناخذوا كناكلوا المعدن كنا اولا كنتصادفوا بالمرض السيليكوز
السيليكو واش كاين على السيليكو راه كونسير وحنا كناكلو في ديالنا.